السلام عليكم، وعليكم الطالب علي ياسر عبد الرحيم، طالب مرحلة ثانية كلية الطب جامعة الكوفة. اليوم راح نشرح اللكتشر الثاني من السيشن الأول، مادة ممبرين اند ريسبتر. أخذنا باللكتشر الأول الليبت وأنواعها وشلون تتحرك، وأخذنا جد نسب مادتها بالسيل ممبرين. اليوم راح ناخذ البروتين، مقدمة بسيطة عن البروتينات الموجودة بالسيل ممبرين. البروتين يختلف تواجده بالسيل ممبرين، فقد يكون ريسبتر مستقبل، قد يكون قنوات ايونية تكون خلال الايونات، او قد يكون على شكل انزيمات. ايضا الانزيم عبارة عن جزيئات بروتينية. ناخذ هاي النظرية اللي هي ليبيد موزيك ثيوري اوف ممبرين ستراكشر مع العالمين سينجر نيكلسون مودل. هنا اجوا ذول العالمين اللي هم سينجر نيكلسون، درسوا غشاء الخلية، فحطوا مثل نظريا انه شيء ثابت، مثلا نقول لك يابا 1+1 يساوي 2، شيء ثابت ما حد يقدر يعترض عليه. فهاي النظرية تقول انه البروتينات نوعين بيها، اما بريفرال محيطية او انتجرال متداخلة بالغشاء. البريفرال bound to the surface of membrane by electrostatic and hydrogen bond interaction. This protein can be removed by changes in pH or ionic strength. يعني انه هاي البروتينات مرتبطة بسطح الغشاء، اما عن طريق عصرة الكتروستاتيكية او عن طريق عصرة هيدروجينية. وهذه البروتينات اقدر اوخرها اما بتغيير البي اتش مال الوسط، او بتغيير القدرة الايونية مال الكتروستاتيك بوند. يعني نجي نوضح الرسم. هاي البريفرال بروتين مرتبطة عن طريق الانتجرال، عن طريق السيرفس هاي الكتروستاتيك بوند، نقدر نقولها معتبره بروتين مرتبطة بسطح الغشاء. معلوم انه البريفرال بروتين يوجد فقط عن جهة السيتوبلازم، يعني داخل الخلية، يعني يرتبط هسه عندنا هذا الغشاء مكون طبقتين، هاي الطبقة خارج الخلية، هاي وهاي الطبقة داخل الخلية، يعني جهة السيتوبلازم. فالبريفرال بروتين موجود هنا جهة داخل الخلية، تمام؟ فقلنا نوخرها عن طريق ان اما اغير البي اتش او اغير الايونيك سترينث. عندي النوع الثاني للبروتينات اللي هي انتجرال. شنو هاي المتداخله؟ يقول لك ديبلي امبيدري، او متداخله بعمق داخل الغشاء. انتراكت اكستنسيفلي وذ هيدروفوبيك ريجن اوف ذا ليبيد باي لاير، كانت بي ريموفد باي تشينج اوف بي اتش اور سولت بات ريكوايرد ديتيرمنت. يعني يقول لك بما انه متداخله مع الغشاء، عندنا غشاء الخلية اللي وصلنا البرين عبارة عن ليبيد بايلاير، وهو لا هيدروفيليك ولا هيدروفوبيك، هو امفيباثيك. يعني بمعنى انه هو عنده خصائص الهيدروفيليك وخصائص الهيدروفوبيك. هاي هنا اشكل الرؤوس هي هاي الهيدروفيليك، وهنا اشكل الذيول اشكل امتداد مالتها هاي الهيدروفوبيك، تمام؟ فهذا البروتين من راح يتداخل داخل الغشاء راح يتفاعل او عنده مثل الارتباط مع منطقة الهيدروفوبيك. هاي شوفوها زين. وهذا البروتين ما اقدر اوخره عن طريق تغيير البي اتش او الايونيك سترينث نفس البريفرال، بس اقدر اوخره باستخدام مواد معينة مثل الديترجنت المنظفات او الاورجانيك سولفنت، تمام؟ هسه ملخص سريع انه عندنا نوع من البروتين، هاي نظرية مال ليبيد موزيك ثيوري اوف ممبرين ستراكشر مال العالمين سينجر نيكلسون. اخذنا نوع من البروتينات بريفرال ترتبط بسطح الغشاء جد سيتوبلازم، يعني داخل الخلية، وانتجرال متداخلة. البريفرال او خران البريفرال ترتبط عن طريق الهيدروجين بوند او الكتروستاتيك بوند، واخرها عن طريق تغيير البي اتش والنيكس ترانث. الانتجرال هي تتفاعل مع الهيدروفوبيك ريجي مال ليبيد بايلاير، وأخرها عن طريق إضافة الديترجنت. محددات الحركة مال البروتينات، طبعا هو البروتينات تتحرك على حال الليبيد، تتحرك ثلاث أشياء اختلاف عن الليبيد. الليبيد تتحرك أربع طرق، نعم تتحرك بس البروتين تتحرك عن طريق conformational change rotational وأيضا lateral diffusion أو lateral mobility. بمعنى إنه البروتينات اما روتيشنال يصير بها دوران حول محورها، او يصير تغير بشكل conformational change
كنت داخل الخلية وخارج الخلية، أو مثلا هذا البروتين يصير هنا مكانه. بس عندك هذه البروتينات ما يتحرك طريقة الفلب فلوب، مو مثل الليبيد. يعني مثلا إذا قلنا هذا البروتين، هذا الرأس مالته ما يصير هنا، ما ينقلب، تمام؟ هاي هنا فرق عن الليبيد. فهنا عندي ثلاث محددات للحركة: الليبيد ميديتيد افكت، restriction of membrane protein mobility، restraints on mobility، محددات حركة ثلاثة. أول محدد اللي هو lipid mediated effect، protein tend to separate out in the fluid phase or cholesterol porridge. بما معناه إنه البروتين عبارة عن polar molecule، هو وين موجود هذا مثلا هذا البروتين؟ متداخل بمنطقة non polar، فهنا صعب يتفاعل ويا هاي المنطقة. ليش؟ إنه هاي هيدروفوبيك، العفو، هاي نون بولر وهو بولر، صعب يعني يتفاعل وياه يقدر يمشي، فهاي راح تحدد الحركة مالته. فقال لي يا ليش ما يتحرك؟ نقول له due to the lipophilic environment or the lipid bilayer. النوع المحدد الثاني العفو اللي هو membrane protein association، بمعنى إنه هذا البروتين مثلا انتقال هاي الارتباطات هاي عبارة عن جزيئات كربوهيدراتية. بما أن جزيئات الكربوهيدرات هي إلى طبيعة هيدروفيلك، فتقدر ترتبط مع مركبات أخرى وتصعب حركة البروتينات. إنه المحدد الثالث اللي هو association with extra membranes protein peripheral protein cytoskeleton، هاي بعد شوي راح ناخذها. أي بمعناه إنه أكو بروتينات مثلا نفترض هذا peripheral protein راح يرتبط مع هنا integral protein، فراح تصعب الحركة مع البروتينات، تصعب حركة الانتجرال البروتين، تمام؟ حددت ثلاثة، قلنا تحددت ثلاثة اللي هي الليبيد، أما هاي الليبيد طبعة الهيدروفوبيك، أو هنا أنا عندي من ارتباطات الكربوهيدرات بالمركبات أخرى صعب الحركة، أو مثلا association with extra membranes، أو ارتباطها مثل السيتوسكليتون مال الار بي سي، يعني البرفل بروتين راح ترتبط مع الانتجرال وتصعب الحركة مال الانتجرال. وقلنا انه البروتين يتحرك ثلاث طرق، اما يصير تغير محوره او يتغير بشكله او يتحرك من مكان الى اخر، بس عنده محددات وتقل الحركة مالته وتحد منها. وايضا قلنا انه ما يتحرك طريقة الفلب فلوب، يعني ما ينقلب مثلاً تقرب بروتين ما يصير الرأس مالته جوا. The erythrocyte membrane, a model of the plasma membrane. Erythrocyte ghost can be prepared by osmotic hemolysis to release cytoplasmic component. هسه راح ناخذ مثال البلازما ممبرين. من هو؟ هو الغشاء كرية الدم الحمراء. يقول لك انه اريثروسايت جوست اقدر احضرها عن طريق الاوزموتيك هيمولايسيس، يعني تحلل كرات الدم الحمر التناظحي، ام بدي استخرج سيتوبلازميك كومبوننت. شوفوا، بما انه هي كريه الدم الحمراء هي عباره عن خليه عديمه النواة، اذا هي اصلا جوست. ليش جوست؟ يعني شبح. جوست يعني شنو؟ شبح، يعني بدون مثلا فشي يخلي يعيش، تمام؟ شلون جسد بدون روح؟ نفس الشيء، اذا الخلية بدون نواة نعتبرها جوست. فخلية الدم خلية كرية الدم الحمراء هي عبارة عن جوست لأنه ما بيها نواة، فأقدر أحضرها حتى مثلا أختبر بروتين معين أريد أشوفه، حتى شخص حالة مرضية معينة. شو عن طريق الأوزموتيك هيمولايسيس؟ الأوزموتيك هيمولايسيس مثلا أخذ عينة من مريض وحطها بنبوب معين ووظيف للنبوب مادة معينة، فهذه المادة راح تخترق الخلية وبالتالي تكسر غشاء الخلية، يعني طب داخل الخلية وتكسر الغشاء حتى تطلع هاي البروتينات الموجودة داخل الخلية، تمام؟ وسوي تحليل لها وأشوف مثلا البروتينات الموجودة داخل الخلية حتى أشوف هذا الجسم أو الإنسان طبيعي أو عنده حالة مرضية، وين الخلل صاير. قلنا إنه the analysis of ghost membrane by gel electrophoresis reveals over 10 major protein. هسه قلنا إنه من رح أخذنا عينة من مريض وحطيناها بتيوب
وضفنا هذا لليوتيوب مادة معينة وسببت انه دخل داخل الخلية كسرت غشاوة حرارة البروتينات. بعدين اليوتيوب وين راح اضيفه؟ اضيف الجهاز، اخذناه موديول الام جي دي بالسمستر 2 اللي هو جيل الكتروفوريسيس. هذا الجهاز يفيدني انه اكشف عن وجود الجينات معينة، اكشف عن وجود بروتينات معينة، حتى اشخص الحالة المرضية. والجيل الكتروفوريسيس بداية اضافة المادة، يعني الفوق مالته يكون قطب سالب والاخير مالتك يكون موجب. فمن يسوي تحليل راح يشوف لي عن 10 انواع رئيسية من البروتينات. The major ones have been numbered 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, and 7. يقول لي هاي البروتينات الميجر من هي عدد ليها 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7. من سوينا تحليل هنا عن طريقة ال SDS page of the erythrocyte membrane. هاي أنا أشوفه هنا أنا يكون قطب سالب وهنا أنا قطب موجب. فهنا عندي هذا سبكترين الفا سبكترين بيتا، هذا بروتين معين قلنا موجود، هذا البروتين سموه باند 3، هذا جلايكوفورين وهذا باند 4.1 وهذا الاكتين. تمام، هاي الطريقة، هاي نانا، هذا شكل مال الجهاز اللي يطلع بيه، وهذا شكل توضيحي للبروتينات. تمام، فقلنا انه هي جوست لانه ما بيها نواة. حضرت غزمتك مولايسيس شلون؟ اجيب انبوب اخذ عينه من المريض اضيف له ماده معينه طب داخل الخليه تكسرت تطلع البروتينات وراح احطها بجيل الكتروفوريسيس تحللها. الار بي سي ممبرين بروتين، هسه راح نشرح عن البروتينات الموجوده بغشاء كريه الدم الحمراء. موست اوف ذس بروتين ار ريليزد وين جوست ممبرين ار تريتد وذ هاي ايونيك سترينث ميديوم اور باي تشينجينج ذا بي اتش اند ار لوس بيرفيرال بروتين. يقول لك اكثر هاي البروتينات تتحرر من الجوست ممبرين، يعني هي هو غشاء ميت بعد تفسخ الغشاء، يعني طبت الماده وبعد دمرته فلشته. شلون؟ وذ هاي ايونيك سترينث ميديوم اور تشينجينج باي ذا بي اتش. هاي بروتينات البيرفيرال، هي بيرفيرال بروتين. احنا اخذنا انه البيرفيرال بروتين اقدر اوخرها من الغشاء بطريقتين، اما غير البي اتش او غير ايونيك سترينث. ف البروتينات شلون مرتبطة بالغشاء، والغشاء تفسخ فد مرة بعد. فإذا أريد أفصل البروتينات عن الغشاء أزيد الأيونيك سترينث مال الوسط أو أغير البي اتش. بما أنه إحنا زيدنا أيونيك سترينث وغيرنا البي اتش في هاي بيرفرال بروتين عن طريق إزالتها من الغشاء. يقول لك this peripheral protein must be located on the cytoplasmic face since they are susceptible to proteolysis only when the cytoplasmic face or the membrane is accessible. يقول لك انه هاي البروتينات البرفل بروتين، يعني برفل بروتين هاي سيتوبلازميك فيس، يعني جهة السيتوبلازم داخل الخلية، هذا سيتوبلازميك سيرفس يعني داخل الخلية. هاي البروتينات وين صايرة؟ على سيتوبلازميك فيس. برفل بروتين يعني داخل الخلية موجودة، بس هذا برفل بروتين الموجود داخل الخلية ومرتبط بالغشاء عن طريق الالكتروستاتيك بوند. خل اوضحها اكثر، شو مرتبط عن الغشاء عن طريق العصر الالكتروستاتيك اللي ترتبط بالانتجرال تاعي يرتبط بالغشاء. فهو قال لك انه هاي صاير بالسيتوبلازميك فيس، وهي تتعرض للبروتيولايز يعني تنفصل عن الغشاء شوكت من فتح سيتوبلازميك فيس. يعني شلون اقدر افصلها عن الغشاء حتى اسوي تحليل لها، حتى اكشف عن حاله مرضيه معينه والشخص نورمال وما بي شيء. من اضيف، من قلنا الماده حطوه بداخل الخليه وبالتالي راح تخترق غشاء الخليه وراح تدمر، يعني هذا سيتوبلازم فيس، هذا سيتوبلازم هاي كله راح ينفتح، فبالتالي راح تخرج البروتينات خارج الخليه وراح تبين بالجهاز. تمام، هذا توضيح حلو. بس اخذنا انه اكثر هذه البروتينات هنا الموجودة راح تطلع هي عبارة عن بيرفل بروتين. ف شلون تتحرر من الغشاء؟ عن تاخذين اما هاي ايونيك سترينث او تشينجينج بي اتش. هاي بيرفل بروتين، هاي البيرفل بروتين وين صايرة؟ جهة السيتوبلازم فيس، يعني شلون داخل الخلية وتنفصل عن الغشاء او تحرر بروتيولايسيس، يعني تنفصل عن الغشاء وتطلع بالجهاز حتى افحصها. شلون؟
when the membrane when عفوا the cytoplasmic phase يعني جيت السيتوبلازم من الغشاء راح تنفتح، يعني هاي المادة ما تخطر داخل الخلية وبالتالي راح تدمر الغشاء وتطلع البروتينات. بروتين باند 3 and باند 7 can only be dissociated from the red blood cell membrane by detergent and are thus integral protein. هنا أكثر البروتينات مثل هذا السبكترين، هسه حناخذ بعد شوي رسم توضيح له، هو عبارة عن بيرفورال بروتين وشكله سيتوسكيلتون، هسه حناخذ شوي شوي. فهنا تطلع بروتين مثلا هذا باند 3، هنا نقدر نقول انه هذا باند 7. شبيه هذا هذني البروتينات هن تنفصل من الغشاء مال كريه الدم الحمراء عن طريق ديتيرجنت عن المنظفات، وهاي بداية الانتجرال بروتين. يعني احنا اخذنا بالانتجرال بروتين هي تخترق الغشاء، تتفاعل مع هيدروفوبيك ريجين يعني تخترق منطقة الهيدروفوبيك مال الغشاء، وبالتالي هي عبارة عن انتجرال بروتين، واقدر اوخرها بضافة الديتيرجنت. اذا بما انه هاي البروتينات اللي هنا باند 3 وباند 7 مال ريد بلود سيل اوخرها عن طريق الديتيرجنت، اذا هي عبارة عن انتجرال بروتين. نقول لك هاي بوث بروتين هي باند 3 وباند 7 عبارة عن جلايكوبروتين. توضح الجلايكوبروتين عبارة عن بروتينات وبيه جزيئات كربوهيدراتية، يعني هاي هسه مثلا على سبيل المثال هذا انتجرال بروتين، على سبيل المثال انه هذا نعتبره باند 3، هذا بروتين، هاي جزيئة بروتينية، هنا هاي عبارة عن شكل تشجر، تفرعات صار على شكل شجرة، هي هاي الكربوهيدرات. إذا هي عبارة عن جلايكوبروتين، يعني بروتينات مرتبطة بها جزيئات كربوهيدراتية. The highly hydrophilic nature of the extracellular carbohydrate group act to look the orientation of the protein the membrane by preventing phosphorylation. يعني بما أنه هاي الكربوهيدرات لها طبيعة هيدروفيليك، يعني هاي الكربوهيدرات بالرسم نوضحها، هاي الكربوهيدرات المتفرعة لها طبيعة هيدروفيليك، يعني شنو هيدروفيليك؟ يعني تتفاعل مع مركبات أخرى، يعني act to look the orientation of the protein by preventing flip flop مال البروتين، حركة الفلب فلوب. بما معناه انه هاي البروتين العفو الكربوهيدرات بما انه طبيعة هيدروفيليك، بما انه هيدروفيليك حتتفاعل مع مركبات اخرى او جزيئات اخرى، وبالتالي راح يشكل تراكيب معينة. فما راح يشكل تراكيب معينة شلون؟ كأنما راح يصير مثل القفل على البروتين، تقفله مثلا يجي كأنما يعني على سبيل المثال تحيطه بدائرة ما تخليه يتحرك، او تحد من حركته وتخلي حركته صعبة، يعني تحرك قلة شوي شوي يتحرك، او تحد فد مرة منه. فإذا تحد من حركته تقفله شلون؟ عن طريق تمنع حركة الفلب فلوب. احنا ايش قلنا من البداية؟ قلنا البروتينات فيها ثلاث حركات، وما تتحرك نفس الليبيد، يعني بحالة واحدة اللي هي الليبيد تتحرك في الفلب فلوب والبروتين ما تتحرك في الفلب فلوب. ليش؟ بسبب الهيدرو فيليك نيتشر مال الكربوهيدرات مال مناطق الكربوهيدرات ريجن، هاي هيدروفيليك نيتشر، هاي كلها هيدروفيليك نيتشر، هتفعل مع مركبات اخرى، وبالتالي راح مثل القفل تسوي للبروتين وما تخليه يتحرك بطريقة الفلب فلوب. يعني لو مثلا تخلي دوران حول محوره، هي حركة محورية او يصير تغير بشكلها مثل هاي من التراكيب شوي شوي تتحرك، او تخلي مثلا بالصعوبة يتحرك من منطقة الى اخرى، بس ما تخلي تنقله في البفلوب. ليش؟ لانه صارت تفاعلت مع مركبات اخرى وكون من التراكيب معينة بعد صار صعبة كلش، وتحد اصلا ما يتحرك بعد هاي الحركة مال في البفلوب، يعني ما ينقلب من فوق لجوا. Specific carbohydrate group on membrane protein may be important for cell regulation. ما معناه؟ انه هاي الكربوهيدرات جروب الموجودة على انتجرال بروتين هاي وهاي تفيد الخلية بالسيلولار ريكوجنيشن، يعني مثلا برا البلوت سيل هاي الكربوهيدرات الموجودة، اي كربوهيدرات قد يكون جلوكوز فركتوز جلكتوز، تفيد الخلية بالفصائل الدم اللي هي الـ ABO بالاعتماد على الانتجين الموجود داخل الخلية. وإذا جينا تركيب الانتجين
فنجي انه يتكون من الكربوهيدرات، تمام؟ ف مثلا فصيلة الدم A و B و O تتكون من كربوهيدرات معين اللي قد يكون تركب من السكروز او الفركتوز او الجالكتوز، هيك يعني هاي نات في الخلية. السيتوسكيلتون ممبرين، ممبرين سكيلتون. سيتوسكيلتون ناخذ مقدمة على ذكركم بي، اخذناه بالسادس عندنا ندرس الخلية حقيقية النواة. الهيكل الخلوي اخذناه انه كان يتكون من خيوط دقيقة ونبيبات دقيقة والجسيمات المركزية. الخيوط الدقيقة كانت اخذنا بها الاكتين والمايوسين اللي شفناها انه لوحظت اول مرة وين بالخلية العضلية. النبيبات الدقيقة تتكون من بروتين تيوبيولين والجسيم المركزي ايضا يتكون من بروتين تيوبيولين، والفائدة مالته هو يعطي دعم للخلية ويحافظ على شكلها. يقول لك السيلولار بروتين ستراكتشر لايك سكيلتون اتاتش تو ذا سيل ممبرين اوف ذا سيتوبلازميك سايد اند فاوند ان ذا سيتوبلازم السيلولار بروتين ستراكتشر. اي يقول لك هنا انه هذا الهيكل الخلوي هي عبارة عن هيكل يرتبط بغشاء الخلية من جهة السيتوبلازم، وايضا وين نلقى بالسيتوبلازم يعني برسم يتوضح اكثر. هذا كلش هنا هذا هيكل الخلية هنا موجود عبارة عن بيرفورال بروتين مرادات محيطة موجود وين بجهة السيتوبلازم سيرفس يعني داخل الخلية ويرتبط بالغشاء. The erythrocyte skeleton is a network of spectrin and actin molecule. يقول لك هذا الهيكل الخلوي مال كرية الدم الحمراء هو عبارة عن شبكة من السبكترين والأكتين. يعني نوضح هنا هذا الرسم شوي أوضح. بما أنه قلنا أنه السبكترين عفواً والأكتين هو تشكل لي شبكة، العفو الهيكل الخلوي مال خلية الدم الحمراء تشكل لي شبكة من الأكتين والسبكترين. الأكتين والسبكترين عبارة عن بريفرال بروتين يعني موجودة داخل السيتوبلازم، يعني ترتبط بالانتجرال بروتين وبالتالي راح ترتبط بالسيرفس. هاي يفيدني انه يحافظ على شكل خلية الدم الحمراء وايضا شكل ساند لها يحميها من اللايسيس. هسه راح ناخذها بعد شوية اثناء مروره بالكابايلوري. سبكترين is a long floppy rod like molecule alpha and beta subunit went together to form an antiviral heterodimer and two heterodimer then form a head to head association to form a hetero tetramer of the alpha 2 beta 2. يقول لك جزيئات السبكترين هي عبارة عن جزيئة طويلة مرنة، زين جزيئة طويلة مرنة تكون لي من subunit اثنين alpha and beta. هاي هذا السبكترين باعوا هذا اللون الأحمر والأصفر، هاي كله سبكترين. الأصفر ألفا تشين والأحمر والأحمر هو البيتا تشين. يقول لك هاي الألفا تشين والبيتا تشين إذا أنت جبت مثل الخيط خيطين ارتبطات خيطين فصلتهم كل خيط سميته قلت هاي هذا ألفا تشين وهذا بيتا تشين. إذا ذني الخيطين ربطتهم مع بعضهم البعض يعني ربطت الألفا تشين والبيتا تشين شو راح تكون؟ انك انت ربطتهم يعني انت برا عن شيء واحد يعكس الثاني متعاكسات هترو دايمر. هترو دايمر يعني ثنائيات بس متعاكسات، مو اذا قلنا برا برا متوازية انت ما ربطتهم خليت كل واحد بطريقة متوازيات، بس من تربطن حصير انت برا الهترو دايمر. زين هذني الهترو دايمر بعدين هذني الخيطان عكستهم، تخيل انه جيبت خيطان ثانيات وإذا ربطتهم يعني صار هترو دايمر ثاني وذني هترو دايمر الثنينهم ربطتهم مع بعضهم البعض. شنو أقول لك؟ أنت two hetero
دايمرز then form هيت to head association to form heterotetramer الفا بيتا. بما معناه انه هذن جبت يعني هيترو دايمر اثنين وبطلتهم مع بعضهم البعض كون لي هيترو تترامير. بما معناه انه هاي قلنا احنا انه الفا تشين وبيتا تشين فذني هذا هيترو دايمر وهذا هيترو تترامير. يعني تخيل انه ذني اجا اثنين هيترو دايمر وربطه مع بعضهم البعض كون لي هيترو تترامير. وهنا هذا هنا هيترو تترامير، هنا هيترو تترامير، وهنا هيترو تترامير كذلك، هنا هيترو تترامير، هنا هيترو تترامير والى اخره. This root are cross linked into network by short spectrin العفو by short actin protofilament ما يقارب 14 actin monomer and bind 4.1 adenosine molecule which form interaction towards the end of spectrin road. يقول لك هاي الرود اللي ترتبط مع بعضها البعض بشبكة عن طريق خيوط بروتيني، خيوط اكتيني البروتيني. يعني هاي الهيترو تترامير، بس هنا عندنا هيترو تترامير، هذا هيترو تترامير، هذا هيترو تترامير. شلون مرتبط مع بعضها البعض؟ هي اوكي من ترتبط تصير شبكة، بس الجزء اللي يخليه يعني يرتبط مع بعضها البعض من هو هذا الاكتين، هاي خيوط الاكتين، هاي ذني الدوائر خيوط الاكتين تربط للهيتروتترامير والهيتروتترامير بشكل عشري شبكة، وظل كذلك قصة يربط للهيتروتترامير والهيتروتترامير لنصير عشري شبكة. يقول لك عندي بروتونين، من ذني البروتونين اللي هي الباند 4.1 واندي الاديديوسين موليكول which form interaction toward the end of spectrin road. هذا باند 4.1 تمام. خلنا ناخذ صورة أوضح. أي هذا هنا أنا عندي باند 4.1 هذا، وهذا الأديديوسين راح يشكل لي شنو مثل انتراكش، مثل يعني شلون يكمش الهيترو تترامير ما يخليني فلتن، يعني يخليهن هيترو تترامير مرتبطات مع بعضها البعض بالتفات، ما يخليهن يصير المستقيمات، لا يبقى انتي برارل هيترو تترامير، يعني بقيين ملفوفات ما يفتحن. هذا صورة توضيح اخر، انه قلنا هنا أنا آية هيترو تترامير، هاي هنا عندي هذا هيترو تترامير مرتبط مع هيترو تترامير اخر عن طريق خيوط الاكتين. هنا يعني قلنا انه هاي هيترو دايمر، واو هاي كلها، هاي كلها هيترو دايمر مرتبط التف، يعني ويا هذا هيترو دايمر وشكل لي هيترو تترامير. الاديديوسين از ان ادابتر بروتين، يعني شلون كانما بروتين ماسك يثبت. هذا الاديديوسين هنا شرحناه، هذا الاديديوسين راح يكمش لي هيترو تترامير حتى يثبته، ما يخلي يبقي ملتف، ما يخليه ينفتح. يقول لك هنا the spectrin actin network is attached to the membrane through adapter protein. الانكرين بايند 4.9 لينك سبكترين وذ باند 3 بروتين، والباند 4.1 لينك سبكترين وذ جلايكوفورين اي. يعني يقول لك شبكة السبكترين والاكتين راح ترتبط بالغشاء. زين احنا قلنا هي سايتوسكيلتون عبارة عن، هي سايتوسكيلتون بروفور بروتين، يعني شنو عبارة عن بروفور بروتين مرتبطة مع تقريبا بروتين شكل لي سايتوسكيلتون. زين سيتوسكريبتون قلنا ما يتكون خيوط السبكترين وخيوط الاكتين، شكل يرتبط مع بعضها البعض يشكل على شكل شبكة، ترتبط من المباني عن طريق الدبتر بروتين، عشان البروتينات ماركر تمسك ارتباطها بالغشاء. من هالبروتينات هي الانكرين،
اللي هو هذا الانكرين، هذا الانكرين راح يربط السبكترين مع باند 3 بروتين. هذا السبكترين باعو، هذا هنا تترمش السبكترين راح يربطه ويا هذا البروتين باند 3 اللي عبارة عن انتجرال بروتين، ارتبط. والبروتين الرابط الثالث اللي هو الادابتر بروتين الثاني اللي غير الانكرين اللي هو باند 4.1 راح يربط السبكترين مع جلايكوفورين اي. هذا باند 4.1، هذا المربع صاير راح يربط السبكترين هذا ويا هذا جلايكوفورين اي، تمام. هسه الشبكه قلنا انه سيتوسكيلتون يفيد ان الخليه يحفظ على شكلها ويعتمد عاملها. سيتوسكيلتون من يتكون؟ قلنا من السبكترين والاكتين. السبكترين قلنا هي جزيئه مرنه طويله تكون من سب يونت 2 الفا بيتا. الفا والبيتا يلتفن حول بعضها البعض شكل هيترو دايمر. تجيب اثنين هيترو دايمر تربطهم تلفهن حولهن حيشكل لي هيترو تترامير. هذين هيترو تترامير تربط مع بعض مع هيترو تترامير اخر شلون؟ عن طريق هيوت الاكتين. زين، وعندي هذا باند 4.1 بروتين والاديديوسين اللي راح يثبت يشكل تفاعلات وياهن مع نهايات السبكترين، مع العفو يشكل مثلا شلون مثلا يتفاعل وياهن او يكمش ما يكمش منه ايش يكمش السبكترين. هذا الباند 4.1 وهذا الاديديوسين انا وين هسه نشوفه، هذا باند 4.1 هذا الاديديوسين راح يتفاعل مع نهايات السبكترين رود عمدي ويشكل شكل تفاعلات ياها وبالتالي حيثبتها. او قلنا هاي السبكترين اكتين نتورك راح ترتبط مع الغشاء الخلية عن طريق الادابتر بروتين. شنو هي الادابتر بروتين؟ اللي هي الانكرين باند 4.9 راح تربط السبكترين مع باند 3 هذا، هاي الانكرين راح يربط السبكترين مع باند 3 والباند 4.1 راح يربط السبكترين مع جلايكوفورين. شكل توضيح اخر الهم يقول لك اتاتشمنت اوف انتجرال ممبرين بروتين تو ذا سيتوسكيلتون ريستراكت ذا لاترال موبيليتي اوف ذا ممبرين بروتين. ذن البيرفورال بروتين من راح ترتبط مع الانتجرال بروتين وين موجوده؟ بالممبرين. خل نستخدم القلم شويه تفيدنا. هاي البيرفورال بروتين، هاي سبكترين، تمام. من راح ترتبط بالغشاء؟ يعني قلنا انه هو الانكرين راح يربط لي السبكترين مع باند 3 والباند 4.1 راح يربط لي السبكترين مع جلايكوفورين اي. يعني تحصيل حاصل انه البيرفورال بروتين ارتبطت مع الانتجرال بروتين. البيرفورال بروتين من هي السبكترين ارتبطت مره مع الباند 3 بروتين وارتبطت مع جلايكوفورين اي. من ترتبط البيرفورال بروتين مع انتجرال بروتين راح تحد من حركه البروتينات الغشاء، تقل حركتها او تحدها الى النهايه بعد ما تتحرك البروتينات مال الغشاء او تقللها. هاي الصورة ماخذيها اللي النمو مال خلية عصبية. بالمناسبة مرات السيتوسكيلتون ما يقولوا سيتوسكيلتون، ما تسمى مايكروتوبيول، فهو نفسه مايكروتوبيول اللي هي النبيبات الدقيقة اللي نفسها مال السادس. فخاف ما تلقون مايكروتوبيول او سيتوسكيلتون في نفس الشيء. يقول لك هنا انا مايكروتوبيول ماخذي له صورة بالمجهر، مجهر الكتروني اكيد، يعني ستينينج مسويه مع مواد معينه. فاللي انصبغت بلون اخضر اللي هي المايكروتوبيول مثل السيتوسكيلتون، واللي انصبغت بلون احمر اللي هي الاكتين فيلمنت. هسه وصلنا للامراض اللي ممكن تصيب الريد بلود سيل الهيمولايتيكانيميا، راح ناخذ بها مرضين.
يقول لك الريد بلود سيل سيتوسكيلتون از ا فيري امبورتنت ستراكشر ان مينتينينج ذا ديفورمابيلتي نيسيسري فور الريثروسايت تو ميك ذير باسج ثرو كابيلاري بيت وذاوت لايسيس. يعني الهيكل الخلوي مال الخلية الدم الحمراء هو تركيب مهم جدا بالحفاظ على التشوه اللازم يصير الكرية الدم الحمراء أثناء مرورها بالشعيرات الدموية بدون تحلل. صورة توضيحية، الكرية الدم الحمراء هي شكل قرصي مقعرة الوجهين فتمشي بالشرايين الوردة بشكل طبيعي. عندنا من تمر خلال الكابايلوري، الكابايلوري قطر ما تصغير فشون كنا ما تنضغط داخل الكابايلوري، شوفوا هنا شلون متغير من ضغطه. فهذا من تنضغط راح يصير فيها تشوه بشكلها، هذا التشوه لازم يبقى عند حد معين، اللي يخليه يبقى عند حد معين هو السيتوسكليتون الهيكل الخلوي الموجود بيها، تبقى عند حد معين بس ما تتحلل، هاي نعرف هذا السيتوسكليتون. يعني صح يصير تشوه بشكلات، تشوه هو يصير بس ثابت، منو خلاه ثابت تشوه؟ هو الهيكل الخلوي حتى ويخليه ثابت بدون ما يصير الايسس لها. اذا يعني نستنتج انه اي خلل يصير بالسيتوسكيلتون راح يسبب لي مشكله بالريد بلود سيل. هسه راح ناخذه. يقول لك ان هيريديتري سفيروسايتوسيس انسبكتورين ليفل مي بي ديبليتد باي 40-50% بالمرض الوراثي اللي هو الهيريديتري سفيروسايتوسيس، يعني كرية الدم الحمراء راح يصير شكلها كروي بدل القرصي. مستوى الاسبكتورين هو بروتين مهم في تكوين السيتوسكيلتون، تكوين الهيكل الخلوي مال الريد بلود سيل، مستويته تقل بالريد بلود سيل من 40-50%. تمام، بعدين الخليه راح the cells round up and become much less resistant to lysis during passage through the capillaries and cleared by spleen. زين احنا قلنا ان كرة الدم الحمراء شكلها قرصي، بس بالحالة اللي هي اقل مستوى السبكتورين هو بروتين ممكن تكون السيتوسكيلتون تقل من 40-50%، ايش راح يصير؟ اكيد من تمر خلال الكابيلوري ما راح يبقى نفس شكله، يتغير شي يصير بالخليه، الخليه راح تستدير يصير شكلها كروي، وتصير مقاومتها للتحلل اقل، كلش قليله اثناء مرورها بالكابيلوري. بالتالي احنا وين اخذنا بشكل طبيعي انه خليه الدم الحمراء بالانسان نورمال من يخليه يتحلل، وين تروح؟ تروح للطحال، هو يخليه يحللها ويخرها من الدم. فزين بهنا من هيريديتري سفيروسايتوسيس عندنا شنو؟ تحلل زايد كرة الدم الحمراء، بالتالي ايش راح يصير بالمريض؟ يصير بيه جاندس، انه تزداد يصير جلده اصفر، يصير عيونه صفر هماته. او ايضا كثرة تحلل كرة الدم الحمراء راح يسبب تضخم بالطحال. هناك اصلا هي بالحالة الطبيعية انه كرة الدم الحمراء من تمر داخل الكابيلوري اوكي يصير تشوه بشكلها بس ما تتحلل. هنا قبل تفوت هي مستديرة نطب داخل الكابيلوري حيصير يعني يصير تشوه بشكلها، وبالتالي يصير مقاومتها للتحلل كلش قليلة، بالتالي راح تتحلل بالطحال. The shortened in vivo survival of red blood cell and the inability of the bone marrow to compensate for their reduced lifespan lead to hemolytic anemia. يقول لك قلة فترة حياة خلايا الدم الحمراء وعدم قدرة نخاع العظم على تعويض هذا الكم الهائل من تحت كرة الدم الحمراء راح يؤدي لإصابة بفقر الدم اللي هي هيمولايتيك أنيميا. تمام، أول نوع بالهيمولايتيك أنيميا من هي الهيريديتري سفيروسايتوسيس، وين يصير الخلل؟ مستوى السبكترين تقل من 40-50%. شو راح يصير بالخلايا الدم الحمراء؟ راح يصير شكلها كروي، وتصير مقاومتها للتحلل قليلة كلش أثناء مرورها بالشعيرات الدموية، وين تروح نطيرها من الدم؟ تروح للطحال. قلة خلايا الدم الحمراء وعدم قدرة نخاع العظم على تعويض هذا الكم الهائل من التحلل، ايش راح يصيب المريض؟ هيموليتيك أنيميا.
هذا هنا السفيروسايتوسيس شكل بالمجهر، انه هنا انا عندنا هذا الشكل طبيعي، الشكل طبيعي للريد بلود سيل، بس هنا شكل كروي، باعوا شكل كروي، هاي نان نستكشف في المريض انه مصاب بالهيريديتري سفيروسايتوسيس. مكتوب انه ان سفيروسايتوسيس ار بي سي هاز ا سفيريكال شيب اند انستد اوف ذا بايوكونكيف شيب اوف نورمال ريد بلود سيل، بما معناه انه بالمريض المصاب بالهيريديتري سفيروسايتوسيس الريد بلود سيل يكون شكله كروي بدل من الشكل القرصي مقعر الوجهين مال النورمال ريد بلود سيل. النوع الثاني من هيموراتيك انيميا هو الهيريديتري ليبيتوسايتوسيس common defect in suspectory molecule that is unable to form heterotetramer resulting in fragile ellipsoid cells. يقول لك هنا أنا زين، احنا اخذنا بالسفيروسايتوسيس يصير مستوى السبكتري ينقل من 40 إلى 50%، هنا أنا بالليبتوسايتوسيس وين يصير ديفكت الخلل، وين يصير جت السبكتري تصير غير قادرة على تكوين هيتروتترامير، وبالتالي راح ينتج لي الريد بلود سيل تكون شكلها بيضوي وهشة جدا وتتحلل بسرعة. يعني بمعنى انه السبكتري اوريدي راح يكون لي هيترودايمر. هيترودايمر يعني شنو؟ الفا اند بيتا اثنين ملتفات، بس هيترودايمر ما راح يقدر يلتف مع هيترودايمر اخر حتى يكون لي الهيتروتترامير، وبالتالي الريد بلود سيل حيكون شكلها بيضوي وتكون هشه. يقول هنا even simple treatment with the cytochalasin drug which cap the growing and of polymerizing actin filament can alter the deformability of the erythrocyte. يقول لك حتى العلاج البسيط مع هذا دراج معين هو السيتوكالسيوم يستخدموه بهذا المرض، اللي شو راح يسوي هذا دراج انه راح يغطي لك امتداد مال الاكتين فينت. يعني اذا تذكرون عمليه الترانزليشن من خلال الالونجيشن، يصير الالونجيشن للبروتين، مو كل ساعه يجي تي ار ان اي يضيف الامينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد، فهذا يعني يصير اكتين بدل، يعني هو اكيد راح ينمو الاكتين بس ما يخليه طويل، تمام؟ يعني جزيت شي شويه كم مونومر بي، يعني هيك خل ارسم توضيح، يعني نقول انه هذا ارسم على السريع، هذا الاكتين بالنورمال. مني المريض المصاب بالليبتوسايتوسيس ايش راح يصير بي؟ من ينمو الاكتين من خلال الالونجيشن الاستطاله مالته حتى يكمل نموه، وين راح يصير؟ مثلا انه نقول نا تكمل مالته راح عندي نضاف هنا له، ايش راح يصير؟ راح يجي هذا السيتوكالسين دراج يقعد يصير هنا يخلي الاكتين يتكون بس من ذني الجزيئات الثلاثه، تمام؟ هذا مثال هيك، يعني يصير الاكتين بس ذني ثلاثه، يعني نقول الاكتين بدل ما يتكون من 10 جزيئات حيتكون مثلا من 4. ليش؟ انه اجى الدراج سيتوكالسين هنا قاعد ما خلاه تكمل الالونجيشن، وقف عمليه الالونجيشن اللي تصير، وبالتالي راح يقدر يغير المتشوه الصاير بالريد بلود سيل. هنا يقول لك ان الليبتوسايتوسيس در ار بي سي هاز ان الليبتيكال شيب. يقول لك المريض المصاب بالهيريتري الليبتوسايتوسيس كرية الدم الحمراء الار بي سي يكون شكلها بيضوي بدال ما شكلها القرصي. هسه ملخص سريع للهيموليتيك انيميا، عندي نوعين بيها اللي هي اما هيريديتري سفيروسايتوسيس او هيريديتري ليبتوسايتوسيس. هيريديتري سفيروسايتوسيس الخلل وين يصير؟ انه مستويات البريفرال بروتين بين قوسين السبكترين تقل من 40 إلى 50%، وبالتالي خلايا الدم الحمراء راح تستدير بدل ما تتكور، العفو يصير شكلها قرصي، راح تستدير ويصير شكلها كروي، وبالتالي تمر خلال الكابيلوري خلال الشعرات الدموية وحس مقاومة للتحلل قليلة كلش، وبالتالي راح تتحلل بالطحال.
هنا عندنا بالليبتوسايتوسيس الخلل وين يصير؟ انه السبكترين مستوياته طبيعيه اوريدي نفس المستوى، بس ما يقدر يكون لي هيتروتترامير، يعني هذا الهيترودايمر او يكون لك هيترودايمر، بس ما الهيترودايمر ما يقدر يلتف مع هيترودايمر اخر يكون لي هيتروتترامير. بالتالي خلايا الدم الحم راح يكون شكلها بيضوي، تمام؟ اوه ها هي. وهسه خلصنا الشرح لكتشر 2، وبالتالي انتهى السيشن الاول من مادة الممبرين اند ريسبتر. مع السلامه.